في اول في رمضان. انتم كتعرفوا لهم رمضان تيكون شويه صعب بالنسبه لتاقلهم مع الاجواء ديال رمضان. واليوم اعتذر لي بانه كان فريق سطيف اللي كتعرفوه، ماشي فريق سهل منظم خصوصا من الناحيه الدفاعيه. اكيد بانه تحت من الفرصه الاولى ضربه جزاء اللي ضاعت، ولكن بقينا مستمرين في نفس النجشتو بحال نقدر نقول لكم دفاع وهجوم، دفاع وهجوم بحال اللي لاعبين الهوند في موتي التيرا. اكيد بان كيكونوا مرات صغيره ما كتبقاش هذا، وبالرغم من هذا يعني استرجعنا عده كرات، وفي نفس الوقت قلبنا على الممرات لي زانترفال، لقينا البعض منهم ما فلحناش باش ممكن نسجلوا. في الشوط الثاني استمرينا، ولكن الربح الكبير بانه كنقدروا نلعبوا عده منظومات ديال اللعب، غيرنا المنظومه ديال اللعب، دخول قحم اللاعبين، والربح الكبير بغض الانتصار الربح ديال الشباب ديال فريق رجاء البيضاوي، شفتوا منهم قحمت اربعه ديال اللاعبين شباب، وهذا شيء جد مهم بالنسبه لي، هذا ربح داخل الربح. واظن بانه اليوم تبين بانه فريق رجاء البيضاوي بالرغم ان يلاه جيت ما كاين لا شهر دابا، ولكن الحمد لله راه غادي بواحد الخطى ثابته باش يولي كما شفتوا النهج طريقه اللعب وطرق اللعب ماشي غير طريقه اللعب. وفي نفس الوقت كنربحوا شباب ديال فريق رجاء البيضاوي، كنربحوا فريق منظم بواحد الشكل جيد.